من خط الباقر طريقة طريقة المؤمن الثار رسمنا رسمنا من خط ولن نركع أرفع ولن نركع أهدر رجيس للباقر أسباب المنية سم بسريج يا شومة ذيك الهدية أهدر رجيس للباقر أسباب المنية سمي بسارج يا شومها ذيك الهدية ود له زيد ود له زيد ابن الحسن عمه بقيده وطب المدينة ويطر يدري ما كيده وبسرجه المسموم نال اللي يريده خلى على يفراش المرض نور البارية خلى على يفراش المرض نور البارية بس ما ركب ذاك السرج والقلب مالوم ما نزل ولا الجسد نفذت بيه لسموم واللي يتقلب على فراشه ودن المحتوم والتفت لابن الصادق عبر جارية والتفت لابن الصادق عبر جارية قل لي يا والدي للإسلام حامي ودعتك الله يا بني انقضت أيامي ولا أموري والشفن يا بني حرامي وانت الخليفة وانت لك الوصية وانت الخليفة وانت لك الوصية لك يا ضي عين الإمامة وانت إلها لك يا ضي عين الإمامة وانت إلها ما رجع الشيعة في فجاه الأرض كلها تبدي الحقيقة ويجتمع باسمك شملها إسلام إمامية وشيعة وجعفرية إسلام إمامية وشيعة وجعفرية يوصل وصية روح الزكية يوصل وصية روح الزكية بالشهادة نطق ثغرة وعرق يا وزفة من الجبين بهم أسبل إيده وغفت عينه وبطل ونينه صبت الهدى الأكرم بالشهادة نطق ثغرة وعرق يا وزفة من الجبين بهم أسبل إيده وغفت عينه وبطل ونينا صبط الهدى الأكرم تعلت الضجة برض المدينة وصارت أيتام بالحيام حزينة
نادي الوالي من هو إلينا بعدك الدين يجرت علينا تعلت الضجة برض المدينة وصارت ايتام بالهيم حزينة نادي الوالي من هو إلينا بعدك الدين يجرت علينا بعدك الدين يجرت بالصوايح والنوايح فرت النس وتجري مدامعها من خدرها تلطم الهام إلى الروضة نوحي بفجايعها بالصوايح والنوايح فرت النيس وتجري مدامعها من خدرها تلطم الهام إلى الروضة تنوح بفجايعها يا النبي الهادي ابنك قضى اليوم يا وسف الاهي بالمهجة مسموم وجبينا ينعرض أجريك وجينا ينعرض مجريك حياراه وبنا تطلع تمام واجل هموم يا النبي الهادي ابنك قضى اليوم يا وسف الله بالمهجة مسموم جينا ينعض مجرك حيارا بينا تطلع طمم واجل هموم بينا تطلع طمم واجل هموم.